البث المباشر انت مسموع يعني حاليا، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني انا اتعجب هذه الكمبيوتر بها حساسيه فقط حينما وصل الى اسرائيل. على كل حال الموضوع الذي نتحدث اليه، لا يوجد هنالك CIA في وقت رسول الله، لكن كان هنالك صهاينه، وارى الى هذا اليوم هنالك صهاينه يدافعون عن اسرائيل ويهاجمون ايران اسرائيل تمتلك مئات من الرؤوس النوويه وفي كل يوم تهاجم بلدا عربيا وانت تسكت عنها ايها الظالم. واما ايران فلا تملك اي راس نووي وتخافون منها لانها على حق ولانها تدعو الى الاسلام والى الوئام. على كل حال ولكن أبشرك ببشارة في القرآن، قالها الله تعالى: وإذا جاء وعد أخراها هنالك كرة أخرى، لأن الصهاينة هم ظلم الآن وهم يقتلون الأبرياء في فلسطين والعملاء من أمثالك يدافعون عنهم وعن جرائمهم. لذلك أقول لك أن القرآن يبشرنا بعودة المسلمين إلى القدس، وقريب وإن شاء الله سوف يطرد من أمثالك الصهاينة من القدس الشريفة التي دنسها الصهاينة من أمثالك والأعوان إسرائيل من أمثالك. فأبشرك ببشارة بشرنا بها رسول الله محمد من عند الله تعالى في القرآن الكريم: سوف يأتي اليوم القريب الذي يدخل فيه المؤمنون إلى القدس ويطردوا من أمثالك و